قبل فترة أنا أتكلمت في موضوع وهو شيخوخة الدماغ، طبعا بحكم تخصصي إن أنا جراح مخ وأعصاب ودائما أتعامل مع الدماغ وكذا، وأشوف كثير صور للدماغ بالرنين المغناطيسي وبالأشعة المقطعية، دائما تكون في تغيرات عن طريق يعني خلال السنين تطرأ على الدماغ. فألاحظ إنه أحيانا أشوف بعض الأدمغة في الرنين المغناطيسي في الأشعة الرنين المغناطيسي تكون سبحان الله المريض مثلا يكون عمره 40 أو 50 سنة ولكن دماغه يظهر كأنه في السبعينات. فمع ملاحظات الأمر هذا اكتشفت أنه كثير من الناس اللي يكون عندهم ضغوطات نفسية، لأني أسأل المرضى مثلا وأشوف تاريخهم المرضي، فلاحظت أنه كثير من الناس اللي يعانوا من ضغوطات نفسية في الحياة هذه يعني يكون عندهم شيخوخة مبكرة في الدماغ. وهذا الأشياء هذه الأشياء حتى أثبتتها الأبحاث الحديثة، والآن يعني حتى المرض مثل مرض الألزهايمر اللي كان قديما ما يأتي إلا للناس، ولو الخرف ما يأتي للناس إلا في سن متأخر يعني فوق 60، الآن أصبح حتى في 45، ومنظمة الصحة العالمية وفي أبحاث الآن جديدة ترى يعني تثبت أنه حتى الأمر هذا قاعد يتضاعف مع السنوات. طيب إيش تنصح الناس؟ فالنصيحة اللي أنا أقولها للناس أولا هذه النصيحة، أنه الإنسان يهتم بصحته النفسية. يعني إيه صحته النفسية؟ يعني الدنيا ما يعطيها أكبر من حجمها، دائما وأبدا يعطي الدنيا حجمها الحقيقي. يعني تصير عندك مشكلة، تصير عندك مثلا صعوبات في الحياة، تحديات، وصارت التحديات في الحياة جدا كبيرة، لكن الإنسان ما يتعدى يعني ما يتعدى حده في 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 التفكير والاهتمام بهذه الأمور، لأنه مهما كانت المشكلة لكل شيء نهاية ولكل مشكلة حل. فكثير من الناس صار يعطي الدنيا هذه أكبر من حجمها، وصارت تزيد عليه الضغوطات، وبالتالي للأسف يمرض، والأمراض هذه حتكلفه من ناحية مادية ومعنوية، وحتكلفه في المستقبل حتى كثير من إنه يلاحق العلاجات ويلاحق المستشفيات. فأنا أقول إنه دائما نهتم بصحتنا النفسية، نبتعد عن الأشياء اللي توترنا، نبتعد عن الأخبار السيئة، نبتعد عن الأشياء اللي تخلي لنا الحياة سودة في النظر.